والبلي عالتروي اليوم يا اخوان هو بالوحي المناسب انا وهو البيض، وكل زعيم منكم بحق له بيضتي، وكل زعيم منكم لازم يقول لي كيف بحب بيضاته، هل بحبهم مسلوقين ام مقليين بالزيت بالسمنه ام بالزبده. تفضل شيخ أبيد اللي كيف بتحبوا البيض. يعني أنا حقيقة يا دولة الرئيس رح قلك كيف بحب البيض. بيضة مقلية يا عمار، مقلية بزيت الزيتون مع رشة ملح ببهار ورشة صغيرة من الكمون. حقيقة تكرب عيدك يا شيخ أبيد، هذول بيضتين بديش رح نكسفك. تفضل الآن يا سليبان بك فرنشيجي اللي كيف تحب البيض. يعني أنا اليوم بدي أقول شغله، مسلوق البيضة مش آكل، عالمقلي بعمل مشاكل، ويلا اللي يتحدى ويلا، يا ويلا اللي ناوي تائس، يا بيض برشته أنا آكل. وأنت يا دولة الرئيس العباد بشلعون اللي كيف تحب البيض. أنا لا يمكن يقبل حرفة أصلي بيضيتي جميل رفي، وخصوصاً حررك يا جورد الرئيس، لأنه العلاقة معك هيدي عسوس ونقطة، ويمكن عبيضة تفقس بدي صفار من جوا لونه برتقالي والبياض من برا كبوا بالزبالي ليمكن. فكرة بعيدك يا جدران، وهدول بيضتين تبعك رح نفقسهم عالجراش. تفضل قاضي اللي حدد الدكتور جعجع اللي كيف بتحب البيض. بالطبع بطبيعة الحال مش ممكن اقبل اني يكون مثل باقي الفرقاء وما اكل البيضات تبعي. طبعا سلق لي البيضة بزوم الكينة، البيضة اقوى من السلاح، تنتقس ونشوف من فينا بيضات اللي رح تربح، نحنا اصحاب القاضي، نحنا بيضتنا بلدي، نحنا حزب الاكتاري مأكد نحنا رح نربح. لا يمكن تربح، لانه انت نربحت خسران ونخسرت خسران. يا حرام عليك يا جنرال. يعني حقيقة يا شباب الكتائب هي اللي رح تربح، لأنه بيض الكتائب مثل الصخر ونحن على الصخر بنحفر كتائب. يعني يا حرام أنت شو معطر. يا أخوان أذا بتريدوا رواق أدي أبقبلش الخداع، أذا بتريدوا رواق هدوء. هنتني أنا اللي مع الشارع المسيحي وأنا اللي بربح. صحيح نحن معنا الأكثرية. يعني حقيقة أنا عندي النوعية الحزبية ومش مهم الكمية. هيا شد الآن وبيض يكسر بعضه.